النادي ان شاء الله كل التوفيق في مهمته الجديده، وعنده العديد والعديد من الملفات المهمه جدا اللي يجب ان شاء الله ان هو ياخد فيها خطوات مهمه، ويمكن ابرزها طبعا ملف عوده الجمهور للمدرجات ومباريات الدوري الموسم الجديد. ده يمكن اهم ملف على الطاوله الخاصه بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الجديد. نتمنى له كل التوفيق في الملف ده بالتحديد، لان طبعا تواجد الجماهير في المدرجات اكيد بيبقى شيء جيد وبيدي طعم مختلف للمباريات. احنا بقى لنا كام سنه بنتفرج على الدوري من غير جمهور، ويمكن بعض الافراد بس اللي بيبقوا موجودين سواء من اعضاء الانديه او حاجه، ما بيبقاش فيه متعه كبيره، رغم ان المستوى الفني في الدوري المصري على فكره مش مستوى ضعيف للغايه، لكن ممكن مع تواجد الجمهور زي ما سابق السنين كنا بنشوف تواجد جمهور بشكل كبير جدا كان بيدي طعم وحلاوه بالنسبه للمباريات. فبالتالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الجديد ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في هذه المهمه، وان شاء الله هو هيكون متواجد غدا في النادي الاهلي علشان يكون في اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وهو يمكن كان عنده اجتماع أيضا النهاردة في الوزارة لاستعراض طبعا رؤية وخطة عمل الوزارة خلال الفترة والمراحل المختلفة المقبلة فيما يخص كل الأنشطة والبرامج الرياضية الشبابية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة. طبعا دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي.